entre sur des sujets. نحن بالفعل أحوج ما نكون إلى هذه الآلية التي تقوم على قيم الحوار وتبادل الآراء واحتكاك الأفكار، وتلك القيم التي طالما رفع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل إعلائها وترقيتها وتوظيفها كأدوات نموذجية تكرس التضامن والتعاون والترابط في مواجهة التحديات الراهنة محلية كانت أو إقليمية أو دولية.